وللحديث عن تواصل الخلافات بين أربيل وبغداد وخصوصا في الملف النفطي، معنا من إسطنبول الباحث العراقي في مركز زرمان للبحوث والاستشارات السيد شاهو القراداغي. مرحبا بك معنا. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. لماذا تراوح مسألة النفط بين بغداد وأربيل مكانها رغم استلام حكومة جديدة في بغداد؟ وهذه الحكومة بطبيعة الحال أخذت على عاتقها كما قالت حل كل المشكلات. حقا الخلافات بين أربيل وبغداد خلافات متجذرة، يعني ولا يمكن حلها بسهولة، والكثير من هذه الخلافات متعلقة بالمواد الدستورية. يعني الدستور العراقي من الممكن أن نقول أنه حمال أوجه، يعني هناك تمسك من الحكومة المركزية وهناك تمسك من حكومة أربيل بالدستور، يعني كلاهما يستخدمان الدستور كنقطة دفاع لهما، وبالتالي هناك خلافات كثيرة. اليوم خلال يعني الحكومة الجديدة بلا شك كان هناك اتفاقيات سياسية لضمان الدعم الكردي لهذه الحكومة، ولكن نحن إذا عدنا إلى الوراء نرى أن أغلب التعهدات التي يعني أطلقت قبل تشكيل الحكومة بعدها لم يتم الالتزام بها. يعني إذا تذكرنا اتفاقية أربيل الذي تم تجديد رئاسة نوري المالكي للحكومة، وكان هناك تعهدات لمجموعة من النقاط بعدها لم يتم تطبيق هذه النقاط، وبالتالي ليس شرطا أن يطبق ما تم الاتفاق عليه سابقا، لأن هذه الأطراف للأسف غالبا تعطي وعود حتى تكسب الدعم الكردي الكامل للحكومة وبعدها تتخلى عن هذه الوعود والتعهدات، وبالتالي تتأزم يعني المشكلة وتتراكم ويكون هناك لديها تداعيات سلبية للأسف على العلاقة بين الطرفين. نعم، كيف تؤثر تبعية رئيس الحكومة السوداني للإطار التنسيقي على قراراته بشكل عام وعلى العلاقة مع أربيل بشكل خاص برأيكم؟ حتى لو كان هناك نية من قبل السوداني لمعالجة المشاكل مع أربيل، جزء كبير من هذه المشاكل يتعلق بالأطراف في الإطار التنسيقي. يعني هناك أطراف متطرفة جدا ودائما تلعب على وتر حساس وتعمل على إضعاف وضرب الإقليم، ورأينا أن الكثير من القرارات القانونية بخصوص بيع النفط بخصوص أمور أخرى كانت سياسية ذات خلفية سياسية، وبالتالي السوداني لا يستطيع أن يخرج من هذا الإطار. وكان هناك أيضا إشارات واضحة من قبل قادة الإطار التنسيقي أنهم أخبروا السوداني أن عليه المشاركة في الاجتماعات مع الإطار التنسيقي والاعتماد أو الالتزام بتوجيهات الإطار التنسيقي، وبالتالي الأمر لا يتعلق بنية السوداني حتى لو كان لديه نية لمعالجة المشاكل ما دام هو يرجع في القرار النهائي للإطار التنسيقي وخاصة في المواضيع المصيرية كالعلاقة مع أربيل. نعم، لماذا تتخلى بغداد عن مسؤولياتها الاجتماعية لا سيما أنها منعت تسديد الرواتب لمواظفي كردستان العراق وبظروف قاسية كان يمر بها العراقيون اقتصاديا؟ يعني حتى الآن هناك أيضا تعهد بإرسال مبلغ 400 مليار دينار لإقليم كردستان حتى يتم صرف الرواتب، ولكن دائما يقال أن هناك غياب الاتفاق السياسي أو هناك مشاكل سياسية داخل الإطار أو خلافات داخل الإطار تعرقل إرسال هذا المبلغ. هذا يعني أن للأسف العلاقات السيئة حتى داخل الإطار التنسيقي حتى الخلافات بينها تؤثر سلبيا على العلاقة مع أربيل، وبالتالي تعرقل هذه العملية عملية إرسال الرواتب، وهذا يعطينا إشارة سلبية على مستقبل هذه الحكومة بأن رئيس الحكومة كل البرنامج الوزاري وكل المنهج الوزاري الذي تم إطلاقه قد لا يستطيع الالتزام به خلال الفترة القادمة. نعم، ما الذي يمنع تعديل قانون النفط والغاز سيد شاهو في مجلس النواب يعني وينتهي الصراع حول هذا الموضوع؟ هذا الأمر متعلق بمصالح الكثير من الكتل والأطراف السياسية وليس أمرا سهلا، وخاصة أنه يتعلق بالمورد الأساسي والمصدر الوحيد لإيرادات الدولة العراقية، وبالتالي هذه الخلافات أنا أتصور أنها بحاجة إلى وجود شجاعة وإرادة حقيقية لدى رئيس الوزراء لدى الأطراف السياسية، إرادة وطنية بعيدا عن المصالح الحزبية والأجندة الخارجية، وبالتالي غياب هذا الأمر يؤثر سلبيا ويدفع إلى تأجيل المشاكل. يعني من بعد 2003 وإلى الآن كل حكومة تؤجل المشاكل إلى الحكومة القادمة ولا يتم حلها بل تتراكم وتؤدي إلى أزمات أخرى كأزمة كركوك 2017. نعم، هل ترى أن استمرار هذا الخلاف هو حالة مقصودة لإبقاء حالة المحاصصة في النظام الحالي؟
والله يعني من المؤكد أن حتى النوايا الطيبة لو كانت نادرة، للأسف أن لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة في ظل الجو العام السلبي. يعني نحن ليس لدينا مرجع أساسي يرجع إليه الأطراف السياسية، يعني كما قلت لدينا الدستور، كل طرف يعتمد على الدستور حسب هواه ولا يوجد مرجع أساسي، وبالتالي في ظل هذا الوضع المشاكل والتراكم الأزمات سوف يستمر وبلا شك سوف يؤثر سلبيا على وضع البلاد وعلى قوة الدولة. الباحث العراقي في مركز رامان للبحوث والاستشارات شاهو القردغي، شكرا لك.